في مبادرة تضامنية أقدم مكتب بلدية العبادية لجمعية كافل اليتيم بولاية عين الدفلة بتنظيم مخيم صيفي في طبعته الأولى لفائدة أيتام الجنوب لكل من ولايتي غردايا ووركلا ببلدية مرسى الحجاج في ولاية وهران. درنا رايبه في الصيف إن شاء الله بربي نجيبهم من البحر. رانا جبنا الفوج الأول تاع غردايا، الرئيس تاع غردايا تتعاملنا معاه ومشكورين على الاستجابة لنا، ورانا معولين نزيدوا فوج غاز آخر من ولاية ورقلة لا كتب ربي، لا وفقنا ربي إن شاء الله، ونشكروا كاع من ساهم. جمعية كافل اليتيم الوطنية فرع العبادية قدمنا لهم يد المساعدة، نشكر المحسنين تاوعنا ونشجعوا كذلك المحسنين اللي لازم يلتفتوا لهذه النظرة، هذه لازم الطفل اليتيم هذا يسعى دائما ماشي غير للماكلة برك، يحتاج اللي يحككلو على راسه، يحتاج اللي يزرع البسمة في وجهه، يحتاج رعاية صحية، يحتاج أمور ترفيهية. هذا وساد المخيم أجواء من الفرح والمرح وسط الأطفال المشاركين. ونشكر المحسنين تاع العبادية وعلى رأسهم الأخ الحاج ومن ساهم والحق بنا هنايا كتر خيرهم، ونشكر المحسنين تاني تاع غردايا اللي ساعدونا وانتقلنا إلى هذا المكان. الحمد لله الأيتام وماذا بين قد ما نطيقوا نسعدوا الأيتام نزيدوا. ميد بالقاسم ظهرية، وأنا منخرط في جمعية كافل اليتيم، واللي هذه المرة جينا لولاية من الصغانم شقلوبا بحرو وتعلمنا في هذا المخيم أمور ترفيهية وأمور تربوية. المخيم الصيفي كان متنفس للأطفال للاستمتاع بزرقة البحر وقضاء عطلة صيفية في أحسن الأحوال.